حتى أن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء جاء تعقيبا على النظر في الآيات الكونية والتأمل في خلق الله عز وجل. ولا شك أيضا أن الجودة التي ننشرها اليوم في مجال التعليم نريدها منهج حياة متكاملة في كل شؤون حياتنا، في التعليم، في الصناعة، في الزراعة، في العمل، في الإنتاج، حتى تصبح عبارة تعلم في نفسه، تخرج في نفسه، صنع في نفسه، أنتج في نفسه علامة شديدة التميز بل التفرد كما كانت في جميع مجالات. ولا سيما أننا نمتلك حضارتين من أعظم الحضارات التي تتبنى قضية الجودة والإتقان. ففي حضارتنا الإسلامية ننطلق من قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه. سبحانه إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولم يقل أقصى عملا مقدما الجودة والإتقان على الكم والعدد، وإذا جمعنا بينهما فما أجمل ذلك وما أفضل. ومن حضاراتنا المصرية ننطلق أيضا نحو الجودة والإتقان، ويكفي أن يذهب أي منصب أو أن يقوم بزيارة إلى خاطبة لأي من أبطالنا المتفردة في جميع المجالات ليدرك مدى الإتقان والتفرد والتميز الذي تمتلك به حضارتنا المصرية القديمة في جميع المجالات، وهو ما صوره حافظ إبراهيم في قصيدته الرائعة مصر تتعذب عن نفسها عندما قال: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المسجد وحدي.